السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين البنات؟ لاباس؟ نتمنى من الله باش نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معاكم سباكيتي، طريقه الايطاليه اللي تصيب في الدار، يعني تكون طازجه تنصيبوها في الدار. مكونات بسيطه، يمكن اي واحد يصيبها بالكميه اللي تيبغي. انا هنا ماشي انا اللي غنصايبها، الاخ ديالي هو اللي غيصايبها حيت تيصايبها زوينه وتقريبا مختص فيها. تيدير واحد الكيلو ديال الدقيق فينو وشويه ديال القمح ديال الدار اللي تيكون مغربل مزيان وقبيصه ديال الملح صافي. وتيدير البيض، هنا ندير 10 البيضات كاملين بالملح وكل شيء. صافي تستمر هكا حتى يكمل هذوك 10 البيضات. صافي تيبدا يخلط هذوك العناصر حتى يكون عنده واحد الخليط جانس. يعني ما فيهاش مكونات بزاف غير الدقيق والبيض وشويه ديال الزيت البلديه. هي ده، هي دي بعدا تتعرفي اشنو تديري فيها. صافي من بعد ما جمع داك الخليط تيضيف تقريبا شي ربع كاس ديال الزيت البلديه وتيدلكها مزيان، تحسها شويه ديال الدلك باش تطلق هذيك العجينه وتكون لينه وحتى في الخدمه تجي مزيانه. ما شفتوا البنات كيفاش يدلكها؟ صافي تيوضع فوق سطح العمل وتيدلكها مزيان. صافي دابا من بعد ما تقريبا دلكها غيوضعها في واحد البلاستيك غذائي. صافي تنوضعوها في الثلاجه حتى ترتاح. يمكن لك تخليها ترتاح نهار كامل، يمكن واحد جوج سوايع وعاد نرجع باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي يخدمها. دابا البنات من بعد ما جبدها، نسيت ما صورتش لكم داك الفيديو من الاول. خداها الكويرات وبسطها بالمدلك ودوزها في الماكينه تقريبا جوج المرات. وما نساوش الدقيق، تتبغي الدقيق مزيان حيت غير البيض تيلصق، يعني تيفندها في الدقيق مزيان، الدقيق ديال القمح باش ما تلصقش على بعضياتها. صافي من بعد ما دوزها جوج مرات وغبرها بالدقيق مزيان، تيدوزها في هاد الجهه باش تخرج لنا داك سباكيتي يعني طويله. صافي تيبقى يدوزها بحال هكا على هاد الطريقه. منساوش يعني نرشوها بالدقيق مزيان باش ما تلصقش. صافي تيستمر بحال هكا.
هي تقريبا ساهله صافي. تيبقى يخوي عليها ملي تتقيط، تيبقى يخوي عليها الدقيق مزيان بحال هكا، و تيفكها بداك الدقيق باش ما تلصقش مع بعضياتها. يعني عنده تقنية خاصة باش يصايبها صافي. تيديرها تقريبا شكل عشيشات صغار، تيديرهم شوية بعدين على بعضياتهم باش ما يلصقوش. بهذه الطريقة تتكمل هذه الكمية تقريبا كاملة. بالنسبة لهذا الكيلو ديال الدقيق راه تيعطي كمية كبيرة، ممكن تستعملوها 3 مرات ولا بالنسبة لأربعة الأشخاص. هانتوما كيما شفتو معايا الطريقه راه ساهله، يعني غير شويه ديال التقنيه. ومن بعد ما كمل هذه الكميه كامله تتوضع في شي بلاطو ولا شي طبسيل كبير، وتدير ليها تتغلفها ب يعني ب بلاستيك الغذائي، وتنوضعوها في الثلاجه او في الفريغو في المجمد حتى الوقت اللي تنحتاجوها صافي. وتنجبدوها، ودابا غنوري لكم الطريقه كيفاش طيبها نطلاقها، وباش نوريها لكم ان شاء الله. ودابا ندوز باش نوريكم الطريقه. خديت هنا جوج ديال الخيزوات، قشرتهم وقطعت مربعات. هنا واحد البصله تقريبا متوسطه الحجم حتى هي كنقطعها، وهنا عندي داك يعني دوك السيقان ديال الكرافس حتى هما تنقطعهم صافي. تندير داك الكل تنوضعو في الطاحنه الكهربائيه، الجزر والبصله وداك السيقان ديال الكرافس، وتنطحنهم مزيان. من بعد ما تنطحنهم تناخد واحد المقلات، تندير فيها الزيت البلديه تقريبا شي نص كاس، تنضع واحد شويه ديال الازير وريقه ديال سيدنا موسى، وتنخليهم حتى يسخنوا مزيان، وتنضيف عليهم هذاك الخليط ديال الجزر والبصله ودوك الكرافس. على هذا الشكل بدون ما نوضع على مال حتى حاجه. هانتوما كيما تشوفوا، وتنحرك هذوك العناصر مزيان. صافي من بعد ما تقريبا العافية تتكون مهيلة، من بعد ما نشفت هذيك الخلطة بهذا الشكل، هانتوما كيما تشوفوا. من بعد ما نشفت دابا يمكن لي ان تنزيد عليها شوية ديال الكفتة صافي. تنبقى نحرك مزيان، حتى تنشف هذيك الكفته وانت نحس بها نشفات.
هي دابا تقريبا طابت. من بعد تناخد واحد جوج المطيشات تنديرهم في سميتو في الطحانة، تنضيف عليهم مطيش معلبة، تنطحنهم مزيان، تنضيفهم على داك الخليط، صافي تنحرك حتى يندمجوا مع بعضياتهم. لهذا الشكل ما كيمش تشوفوا. بالنسبه للنار تكون مهيله، تنبقى مستمره في التحريك ما نغفلش عليه، تتي تنشف مزيان، تتوقف هذيك الكفته هانتوما كيما تشوفوا دابا راه بدات تتنشف مزيان. خاصنيش يبقى فيها الماء. وفي هاد اللحظه خديت الكوكوط درت فيها الماء وشويه ديال الملح، وما نساوش البنات شويه الملح في الكفته. من بعد درت هذاك الكوكوط درت فيها الماء وشويه الملح وخليتها تبدا تغلي، وضفت لي هذيك سباكيتي جبتها من الثلاجه وضفتها فوقها. ودابا نشوفوا من بعد ما طابت سباكيتي الطريقه كيفاش غنخلطوها. تناخد ديك سباكيتي تنشعلوا البوطه فوق شي مقله، وتنضيفوا في هذيك تكون شويه كبيره، تنضيفوا فوق هذاك الخليط ديال الكفته والمطيشه وداك الخيز وداكشي. صافي تنبقاو نصفيو هذيك سباكيتي وتنضيفوها عليها، والعافيه تكون شاعله تحت المقله باش تنشف مزيان. صدقوني البنات تجي روعه، تجي غزاله. صافي هانتوما كيما تشوفوا او تيخلط فيها، ضافه في الكوكوط باش يعني يغلب عليها في التحريك. ايوا صافي دابا من بعد ما نشفات هيا صحن التقديم، تجي معلكه وغزاله، وبالاخص مع الفرماج ولا اروع. نتمنى من الله باش تجربوها، وما تنساوش لايك وتعليق. دمتم في رعايه الله.